ازيكم حبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير وبالف صحه وسلامه يا رب. وحشتوني كتير كتير من اخر فيديو نزلته معاكم. فيديو النهارده ان شاء الله فيديو جديد، فيديو ظريف، فيديو لطيف، فيديو هعمل فيه الصاله كلها، السفره والصالون مع بعض. بس قبل ما ابدا الفيديو نصلي على النبي الاول. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، عشان ربنا يبارك لنا في بقيه الفيديو. مساءكو هادي، مساءكو طيب، مساءكو ابيض زي قلبكو النظيف. ربنا يا رب يكبر بخاطركو جميعا ويرزقكو كل ما تتمنوا ويرزقكو الخير من حيث لا تحتسبوا. اللهم امين يا رب العالمين. بصوا بقى، في البداية بدأت بناحية الصالون. اليوم ده قمت فيه من بدري زي ما شايفين كده، الشمس الشموسة كانت طالعة ويعني ايه، فتحت بقى الشباك علشان الشمس كده تخش. وانتوا زي ما انتوا عارفين انا الدور الاخير خالص والشمس محوطاني من جميع الجهات، فقمت فتحت كده فتحت الشباك وكانت الشمس كده داخله. قلت اما ادخل الشمس كده الخشب الصالون والجوده بتاعت الصالون وكده. بصوا زي ما شفتوا كده في بدايه الفيديو، الفوطه اللي بمسح بيها دي هي دي بديل الكواي وجميله جدا معايا. وكان في كومنت قبل كده برضو قال لي توريها لنا، هي اهي. بصوا فوطه جميله جدا. عارفين الفوطه دي بكام؟ ب10 جنيه والله. بتنضف معايا، بتلملي كده التراب. بصوا عامله زي القطيفه كده، بتلملي التراب في ثانيه، في ثانيه الا ثانيه بتكون لملي التراب. يعني ما بتعبش خالص وانا بنضف خشب الصالون. شايفين خشب الصالون كله قيمه وكله مفرغات كده وحاجات من دي، بتتلمع معايا على طول. ببلها بشويه ميه وعلى حبه معطر لستر، وشوية كده ايه اللي هو الجل اللي بركبه معاكم على طول ده اللي هو البروماكس. بصوا يعني ايه، وبعصرها بقى جامد، يعني بالله وبعصرها جامد علشان اصلا القماش بتاع الصالون بيلبق فيه المايه. يعني لو عمل ما ينفعش انزل عليه نقطه ميه خالص، بيلزق فيه كده المايه زي ما يكون. يعني عارفين القماش اللي ما بيتكب عليه زيت، اهو قماش الصالون بقى العيب بتاعه ان هو لو اتكب عليه ميه زي ما يكون مبطع فيه زيت وكده. فبحاول بقدر الامكان اعصر الفوطه جامد جدا علشان ما يبقاش فيه ايه ميه بطعه كده في الـ في الـ في الـ في الجوده بتاعه الصالون، لان زي ما قلت لكم عيبه اللي هو الميه بتبقى عامله زي الزيت في الجوده بتاعه الصالون ده. فبحاول بقدر الامكان يعني ايه انضف كده بحرص، انضف بحرص واعصر الفوطه جامد جدا. الصالون ما شاء الله عندي بقاله كتير قوي يعني، بس محافظ عليه. طبعا العيال مش بيقعدوا على الصالون، العيال زي ما انا قلت لكم كده، انا عامله الشاشه بره هنا في عند ناحيه الصالون، والشازلونج انا بقعد اتفرج على التلفزيون على الشازلونج. لكن بصراحه الصالون للناس اللي هتبدا او العرايس الجداد اللي هيبداوا، ما انصحكوش ان انتوا تجيبوا صالون، انصحكم ان انتوا تعملوا انتري صالون. تمام، ما عادش حد بيعمل. بصوا يعني هو متعب جدا في التنظيف بتاعه. انصحكم يعني ما حدش يجيب ايه اللي هو الصالون اللي كله قيمه ده، واللي هو الكلاسيك ده متعب في التنظيف وما حدش بيقعد عليه غير لو فين وفين، غير ضيوف مثلا اجوا ولا حاجه. لكن ما هوش عملي خالص، يعني ما هوش عمل ان العيال يقعدوا عليه كده، لا هو بس زينه. يعني هو محطوط بصراحه علشان اجيب لكم الاخر، محطوط زينه بنضفه كل فتره كل فين يعني بصراحه. يعني هو كل اسبوع لازم يتنضف، لان لو سبته ما نضفتوش التراب بيتراكم جوه في الخشب اللي انتوا شايفينه ده، الخشب اللي هو المفرغ من جوه ده، لازم انضفه على طول. فبنضفه على طول، لكن هو ماهوش عملي، يعني هو للزينه بس. يعني اي حد مثلا ضيوف جايين مثلا يقعدوا عليه وكده بس، يعني لكده. لكن انه عيال يقعدوا عليه وكده لا، ما بصراحه هم العيال ما بيقعدوش عليه خالص نهائي. عاملين لهم جوه في الاوضه الكمبيوتر، ساعات بيفتحوا الكمبيوتر ساعات، وبشغل لهم عليه برضو التلفزيون. يعني انا عامله كمبيوتر كمبيوتر وتلفزيون. بيقعدوا يتفرجوا جوه. وقت بقى ما المدارس بتيجي برضو بفصل الاثنين، ما بخليهمش يقعدوا يذاكروا في مكان واحد. يعني مثلا ابني بيذاكر في الاوضه دي وبنتي بتذاكر في الاوضه الثانيه. ابني بيذاكر على المكتب وبنتي عامله لها كده ترابيزه بكرسي برضو زي المكتب بالظبط،
بتقعد تذاكر عليه بقى في الأوضة التانية، لكن لما بيتجمعوا مع بعض في وقت المذاكرة بيقعدوا لي بقى وقت طويل، وبيقعدوا بقى يتشكلوا مع بعض، لا هاتي القلم، لا هاتي مش عارف ايه، وبيقعدوا يتشكلوا مع بعض، وساعات ممكن ما يتشكلوش، ممكن يقعدوا يتسايروا مع بعض، ممكن يقعدوا يتكلموا مع بعض، ويضيعوا بقى الوقت في ايه، في المسايرة والكلام. فبفصل ده عن ده خلاص. ووقت اللعب وكده بصراحة عاملة لهم يعني ما بستحملش يقعدوا مثلا يقعدوا يفتحوا لي قنوات الكرتون 24 ساعة، ما بستحملهاش دي، فبسيب لهم جوه يقعدوا يتفرجوا بقى على الكرتون اللي هم بيعوزوه، او يقعدوا يقولوا لي افتحي لنا الكمبيوتر نقعد نلعب عليه شوية كده يعني. بس يعني ففكرة الصالون، الصالون موش عملي يعني لأي حد بيتجوز جديد، الصالون بصراحة موش عملي، هو زينة بس فقط، لكن انك تقعد عليه وتمارسي حياتك العملية عليه لا، موش عملي خالص. انا بنظفه بس كده يعني، بنظفه وسايباه. شايفين الشازلونج، انا بقعد بقى في الحتة دي اقعد اتفرج على تلفزيون كده يعني، او زي ما انتوا شايفين بنظفه كده كل فترة، وبيبقى زي الفل معايا يعني. دخلت بقى على ناحية السفرة برضو، السفرة برضو زي ما قلت لكم برضو يعني بنظفها برضو على طول. انا كبني انا مش قاعدة في دمياط اليومين دول، فكل ما بنزل لازم انظف يعني، كل ما بنزل لازم انظف هنا وانظف هنا وانظف البيت كله عموما يعني. فلو لسه بقى مكملين معايا للوقت ده ولسه ما ضغطوش اللايك، ارجوكوا فضلا وليس امرا تضغطوا اللايك على الفيديو، ولو اول مره بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديده اللي بتنزل باذن الله. وكومنت جميل منكم عشان ادخل ارحب بيكم وبوجودكم عندي في القناه، وتعرفوني انتوا بتتابعوني منين بالظبط. بصوا بقى زي ما انتم شايفين كده، الشمس كانت ضربة جامد اليوم ده، والحر بقى كان مفرهضني خالص على الاخر، بس ده ما يمنعش ان احنا نفتح الشبابيك على طول، لازم نفتح حتى لو الجو حر، لازم تفتحي شبابيك بيتك تجددي الهواء اللي فيه. لازم يعني سواء صيف سواء في الشتاء لازم نفتح شبابيك البيت، عشان الشمس اصلا كده كده مفيدة يعني، الشمس بتقتل كمان الميكروبات اللي موجودة عندك على قماش الانتري، قماش الصالون، قماش الكراسي، لازم الشمس تخش كده تجددي طاقة البيت وتغيري كده من نفس البيت. ما تقوليش مثلا حتى لو في الساعة الجو ساعة مش هفتح، لا لازم تفتحي، لازم تفتحي تجددي هواء البيت. وفي الصيف برضو لازم تقتل الميكروبات اللي بتبقى موجودة يعني. شيء بصوا، كان زمان وانا صغيرة كانت امي تجيب المخدات يعني مخدات، وتروح مشمساهم فين، تروح ضربهم كده بالمضرب ومشمساهم حتى المراتب بتوع السراير، تضربهم كده هو بالمضرب، ولازم تدخلهم فين البلكونة يتشمسوا. الحركة دي بتقتل الميكروبات اللي موجودة على اللي احنا طبعا مش بنشوفها بالعين المجردة، الحركة دي بتقتل الميكروبات اللي بتبقى موجودة على الحاجة بتاعت البيت. فالشمس مفيدة، مفيدة سواء في الحر سواء في الشتاء، الشمس مفيدة ان هي تخش البيت تنور البيت، تدخل تشع في البيت، فاهميني؟ سر بقى انه البيت او عموما يبقى يفضل نضيف على طول. السر، السر في التلميع، انت طول ما انت واقفة في ايدك الفوطة الجميلة اللزوزة اللي في ايدي دي ولمعي بها على طول. والله بصوا مهما يعدي فترات فترات، حتى لو جيت تنضفي تنظيف كبير، البيت دايما هيبقى نظيف وترابه قليل مش التراب المتراكم. مهما لفيتي مهما روحتي مهما جيتي، تراب عندك في البيت هيبقى قليل مش تراب كتير. اي نعم التراب كده كده ما بيسيبش مكان، بس مش هيبقى تراب متراكم. حاولي تنظفي على نظافة مش تنظفي على تراب متراكم. فأي حاجة لمعيها قدامك، لمعيها، هو ده السر في ان البيت بيفضل على طول نظيف. ودايما في الصيف وفي الحر اللي احنا فيه ده لازم نلمع ارضية البيت، مش بنكتفي بكنس مثلا بالكنس بس، لازم التلميع، وخصوصا بالديتول. الديتول ده بيجيب من الاخر. ما بحبش امسح بالفينيك زي ما كان في بعض الكومنتات قالوا، ما بحبش امسح بالفينيك، بحس انه ريحة البيت زي المستشفى. ما بحبش امسح بالكلور ده ابدا، ريحته بتبقى مش لطيفة خالص في البيت. معلش في الحمام ماشي ممكن، بصراحة الديتول اللي هو بيتشرى من الصيدلية ماهوش بالمعطرات. انت لو جبت نقطة بس وحطتيها على الجردل بتاع المية
ده اللي هتمسحي بيه، ده بصراحة ده بيجيب من الآخر ومن النهاية خالص. ودايما الحاجات اللي بتبقى فرشها في البيت مثلا، برضو سر من سر ان البيت يفضل عندك نظيف برضو على طول، الحاجات الرفايع اللي بتبقى موجودة في البيت دي، زي مثلا طقم الفاكهة اللي انتوا شايفينه ده، الطبق بتاع الفاكهة ده فيها ايه يعني، ما تاخديه مثلا وتشطفيه تحت الحنفية كده، ما يبقاش فيه مليان تراب، تمام. اي ديكورات عندك في البيت لازم تتلمع كده، يعني لازم تتمسح كده كل فترة، لازم تمسحيها. لو ما مسحتهاش وانت مثلا بتنظفي كده على طول، برضو التراب هيبقى متراكم وهيبقى كده، فلازم حكاية انك تمسحي دي البيت على طول، ده اساسي برضو، يعني هيخليك الدنيا نظيفة وزي الفل، وخصوصا لو مسحتي كمان بالديتول. الديتول بيجيب من الاخر من الاخر من الاخر. ونقطة بس، نقطة بس على البتاع، بيقتل الميكروبات، بيخلي ريحة الدنيا حلوة. بصوا ما فيش عيا بيبقى في البيت، لا حلو بصراحة حلو، هو ده اللي بيجاب معايا من الاخر الديتول. انا كده بصوا زي ما انتم شايفين كده، لمعت بقى وخلصت دنيتي وخلاص، وبلمع بقى في الاخر الارضية زي ما انتم شايفين كده. حتى لو مش هشيل الحاجات اللي مفروشة على الارض وهيبقى صعب بالنسبة لي، بس بشيل كده زي ما انتم شايفين كده، وبحاول امسح بقى من ما بين الكراسي، ما بين اي حاجة بقى، بصوا اي حاجة، فالدنيا بتفضل معايا نظيفة على طول. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، والروتينات تكون عجبتكم، واكون خفيفة كده على قلبكم. وما تنسوش الاشتراك في القناة لو اول مرة بتشوفوني، وتفعلوا زر الجرس وتقولوا لي رأيكم ايه في بيتي. وتشجعي انت كمان وقومي خلصي بيتك، واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديوهات اللي جاية. وما تنسوش اللايك ارجوكم. باي باي.